مناجاة. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وارحم من مات من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأخواتنا وإخواننا وأقاربنا وأزواجنا وأحبابنا ومشائخنا. اللهم تجاوز عنهم يا كريم، اللهم تجاوز عنهم يا كريم. اللهم واجعلهم وموتى المسلمين في بطون الألحاد مطمئنين، وعند قيام الأشهاد من الآمنين، وإلى أعلى درجاتك سابقين. اللهم إنهم عبادك فقراء إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابهم. اللهم من كان منهم محسنا فزده نعيما، ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عنه واغفر ذنبه، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم وارحم أناسا صاموا وقاموا معنا في الأعوام الماضية. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم واجعل قبورنا بعد فراقنا للدنيا خير منازلنا، وافسح لنا فيها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا يا من لا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الرحمن على العرش استوى، سبحان من يعلم السر وأخفى، سبحان من يعز من يشاء ويذل من يشاء، يؤتى
يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء سبحان من يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل سبحان من يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها سبحان الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى السماء بناها والأرض طحاها والنفس سواها فألهمها فجورها وتقواها سبحان من صب الماء صبا ثم شق الأرض شقا فأنبت فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا سبحانك يا ربنا ما أكرمك وما أعظمك وما أحلمك وما أعظم جودك وما أكثر عطاءك لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب نحن الفقراء بين يديك الأسراء بين يديك المقرون المعترفون بذنوبنا الوجلون المشفقون ندعوك دعاء المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسمه ورغم لك أنفه يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا يا حبيبنا يا الله يا الله يا الله زلت بنا عن سبيلك الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام لمعروفك تعرضنا ولبابك طرقنا ومن فضلك سألنا أنت الغني ونحن الفقراء أنت العزيز ونحن الأذلة بك اعتصمنا وبرحمتك تعلقنا وبجودك طمعنا إن طردتنا فمن الذي يقبلنا وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا يا حليما على من عصى يا حليما على من عصى يا قريبا ممن دعا نرجوك رجاء الخائفين رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطايا جئنا ببابك مذنبين فارحم ضعفنا يا الله جئنا ببابك مذنبين فارحم ضعفنا يا الله وجئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا يا الله وجئنا ببابك تائبين فاغفر لنا يا الله وجئنا ببابك تائبين فتب علينا يا الله يا
من كتب على نفسه الرحمة، يا من سبقت رحمته غضبا. اللهم ارحم وقوفنا بين يديك، اللهم انظر إلينا هذه الساعة نظر المرحومين ونظر المقبولين، ولا تجعلنا من المطرودين المحرومين، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمك علينا، نبوء بذنوبنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم من علينا في هذه الليلة بتوبة صادقة تجلو أنوارها ظلمة الإساءة والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. مناجاة.